الحقيقة آخر كام سنة حصلت طفرة ملحوظة وكل أشاد بيها فيما يتعلق به مسألة البنية التحتية الرياضية اللي موجودة في بلدنا، واللي بطبيعة الحال كان من المنطقي جدا أن ينتج عنها أن مصر في آخر كام سنة استضافت وأحسنت استضافة وتنظيم كتير من البطولات الرياضية العالمية على الأراضي المصرية. والحقيقة مصر مستمرة في هذا المنوال، وكمان من المتوقع إن شاء الله أن هي هتكثف من جهودها لاستضافة المزيد من البطولات القارية في عام 2024. عندنا مجموعة من البطولات المهمة هنتكلم عنها، لأن هي مقامة في مصر حاليا، وكمان في اتجاهات سمعنا عنها في الفترة الأخيرة متعلقة بمسألة إقامة معسكرات مشتركة مع المنتخبات المختلفة. هنعرف بقى تفاصيل هذا الأمر وكلام كتير غيره هنتكلم فيه متعلق بيه اللي بيحصل كمان في ألعاب الصالات والألعاب الأخرى. كل الملفات دي هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقرة، الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا أستاذ شادي. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير عليك يا نهران. أهلا وسهلا، صباح الهنا والحمد لله على السلامة. أنت كنت في عمرة؟ الله يسلمك، مقبولة يا رب إن شاء الله. كل الأخبار عندنا. بص، هبدأ معاك ببطولة اللي هي بتاعت الدرجات، بطولة إفريقيا للدرجات، ودي المؤهلة بإذن الله لأولمبياد باريس، ودي بطولة الأكبر حاليا اللي كل العالم بيستعد ليها. فخلينا نبدأ من هنا، اللي كان معنا خبر كمان خاص بيها، وبعد كده نروح لباقي يعني الرياضات. أنا شفت التقرير اللي اتعرض بخصوص بطولة أفريقيا للدرجات. طبعا دي من البطولة مؤهلة لأولمبياد باريس، لكن الأسماء تحديدا هتتحدد في شهر أبريل إن شاء الله. تنظيم مصر البطولات طبعا المضمار حلو، والمضمار جاهز لاستضافة أي بطولة عالمية أو قارية، وكنا منظمين من فترة قريبة بطولة العالم. منتخب الدرجات متصدر حتى الأمس يعني البطولة برصيد 40 ميدالية متنوعة، فارق 20 ميدالية عن منتخب جنوب أفريقيا صاحب المركز الثاني. البطولة على الصعيد التنظيمي وعلى الصعيد الفني ماشية بشكل كويس جدا. المنتخب المصري في ابتسام زايد وشهد سعيد تمكنوا من تصدر سباقاتهم المؤهله لباريس، يعني بنسبه مثلا 90%. فاضل بس الرانكينج لما يطلع الرانكينج العالمي في شهر ابريل لتحديد الاسماء بالظبط، ويعني التاكد من وتاهلهم لباريس. منتخب الدرجات او اتحاد الدرجات برئاسه الاستاذ وجيه عزام مكتسح على الصعيد العربي وعلى الصعيد القاري. تنظيميا زي ما هو قال في التقرير، اللي هو خلاص مصر بقى عندها الخبرة، أو اتحاد الدرجات بقى عنده الخبرة وعنده ثقة الاتحاد الدولي في تنظيم البطولات. شيء كويس جدا استخدام البنية التحتية دي اللي البلد شغال عليها بقالنا أكتر من 5 أو 6 سنين، في جذب أنظار الاتحادات الدولية ورؤساء الاتحادات الدولية في اسناد تنظيم البطولات لمصر، بيخلي عندك ادفانتج دايما اللي انت بتلعب على ارضك الطبيعي في وسط جمهورك في المكان اللي انت متعود تتمرن عليه، فبيساعدك في تحقيق النتائج. عندي بس كومنت بسيط، طبعا اتحاد الدرجات عنده انديه ومراكز شباب. المدرجات ما ينفعش تبقى كده، انت لو رحت لاي مدرسه لاي مركز شباب لاي نادي يجي باعداد حتى يعني تعريفيه اللي انت تعرف الناس ايه هي رياضه الدرجات وسباقاتها، لان هي المسابقات فيها كتير جدا. فاعتقد هيبقى المنظر احسن من كده، يعني دي الحاجه اللي لفتت نظري. لا معلش، الدرجات دي درجات مين اللي جايبها؟ لا الدرجات دي بتبقى اللعيبه جايه بيها. انا طيب اقصد عشان انا بتكلم على المدرجات. لا بص بقى، في ميم راحت مننا. لا انا قلت المدرجات. انت سمعتها مدرجات؟ سمعت يبقى المشكله عندنا المدرجات. حتى كنت عايز اساله بتقصد ايه، نوعيه هي؟ بص ده بلاستيك، ده كراسي بلاستيك. لا انا كمل ولا كيفا؟ لا تحفظك اللي عليك. انت الملحوظه اللي هي فاضيه، يعني لازم نجيب ناس تشجع بقى الناس. يعني وجهه نظرك بتوصل بصعوبه، بس انا عندي بقى ملاحظه. اتفضل. هي طبيعي يبقى المدرجات لسه الكراسي البلاستيك دي موجوده؟ انا بس بسال يعني. لا يعني مش ليه؟ ما اعتقد بيبقى فيه افضل من كده كماتيريال دلوقتي ولا لا هي الكراسي دي يعني هي في معظم يعني انا ستاندرد يعني بتبقى دي حاجه ستاندرد، بس الماتيريال بتاعها كويسه مش سيئه. انت مشكلتك في بس الحضور يعني؟ بس ان انا ده لسه يمكن يعني انا بتكلم اللي انت عندك ايفنت زي ده، انت ممكن تتواصل مع المدارس مع مراكز الشباب مع الانديه اللي هم يجيبوا الناس تتفرج وتتعرف. هو الاهم من كده مش بس الحضور، ده هي التغطية الإعلامية، إن أنت برضو بتستضيف حدث كبير، ما هوش حدث صغير، ده حاجة مؤهلة لأولمبياد باريس. فلازم يكون في صحافة وليس فقط محلية، لو أنا عندي الكونكشنز القوية يعني بالظبط. ده لو أنت عايز مشهد كامل يعني. ما ده اللي أنا بتكلم عليه. الوضع اللي أنت مصنفه مؤسف للأسف متكرر في رياضات كتير.
بس يعني بتكون بطولات دوليه وقاريه وعالميه وفي بعض الاحيان كؤوس عالم كمان في رياضات بعينها، بس عشان الرياضات دي ملهاش مريدين صحيح. قوي عندنا، فبتلاقي نفس المنظر المؤسف ده والمدرجات فاضيه. اخد يعني من الكومنت بتاعك للكومنت اللي انت قلتيه في المقدمه، الجزء المتعلق بالماركتينج. لا ده انت تابعتنا كويس بقى. لازم ما ينفعش ابقى قاعد هنا ومش متابع. الجزء المتعلق بالماركتينج اللي انت عندك البطولات دي كده، ده برودكت لازم تعرف ازاي تماركت البرودكت ده من جميع النواحي. يعني احنا ما هي الدوله ليها جزء والاتحاد ليه جزء وباقي والرعاه والسبونسرز ليهم جزء. الدوله عملت البنيه التحتيه اللي انت تقدر تجيب البرودكت ده. الاتحاد دوره اللي هو يماركت، يعمل ماركتنج بلان للبرودكت ده عشان الرعاه والسبونسر يكسبوا منه ويقدموه از ايمج كويس. الرعاه لغايه النهارده موقفهم ثابت وواضح، اللي هو مش بيروحوا غير للالعاب الاكثر شعبيه. بالظبط. فانت دورك معلش، انت عندك نجمه وبطله اسمها ابتسام زايد، بطله يعني بطله افريقيه وبطله عربيه وبتعمل بطولات كتير، يعني لازم يعني انت البيج بتاعت الاتحاد. البطوله دي مذاعه؟ طب معلش يعني ما هو يعني نتكلم بالمنطق. بالظبط. انا اروح سبونسر ليه لو البطوله دي مش متذاعه؟ ما هو انا هعرف انا مين اصلا. هدفع 10 جنيه ليه؟ بالزبط. عشان البطوله مش متذاعه. هي دي البوينت. انت لازم كاتحاد انت اللي تماركت، يعني تعمل انت اللي تعمل الشغل بتاعك، اللي انت ازاي تبروز بقى الحدث اللي جالك، اللي انت لازم تجيب وتعمل قبليها زي بروبوزلز كده، تودي وتجيب وتعمل فيلم قصير كده. طب وليه فيديو الكلام المنطقي ده ما بيحصلش طول السنين اللي فاتت؟ يعني ليه ما فيش حد سواء كان فرد او كيان او جهه او اتحاد ياخد خطوه عنتريه، وان كانت هتبقى متاخره حبتين بس لما ياخدها احسن ما نتاخر اكتر من كده، ويعمل اللي حضرتك بتتكلم عليه ده؟ المنتاليتي بتختلف من حد لحد. يعني هتلاقي اتحادات هي المنتاليتي بتاعتها جايبه ناس بتعمل ماركتنج بلان ليها، وجايبه ناس عايزه تعمل سبونسرز ومش عايزه تعتمد بس على الدعم بتاع الدوله، ومش عايزه تعتمد بس اللي انا الفلوس بتجي لي وانا قاعد، انا لازم اشتغل. مش قصدي حاجه على، انا بتكلم ان جنرال يعني، مش قصدي ان مثلا اتحاد الدرجات مش شغال، لا هو شغال وبيجيب البطولات، بس ممكن يكون مش قادر يوصل فكره اللي انت ازاي اخلي الاعلام او الميديا او الجمهور يتابع بطوله زي دي. وزي ما انت اوضحت يا نهاوند دلوقتي، هي البطوله دي معلش يعني فيها كام دوله؟ 10 دول بتشترك. في منهم 3-4 دول هم اوريدي مهتمين، يعني جنوب افريقيا الجزائر مهتمين جدا بالدرجات، فلازم يبقى في اصلا وسيله نقل ليهم. يعني ايوه، ايه المشكله في فكره بث هذه البطوله والمباريات؟ انا مش فاهمه. ما هو انا زي مين ما اللي انت مش بتقولي، انت دلوقتي انت كقناه النادي الاهلي انت رحتي عملتي تقرير عن البطوله صح؟ طب لو انت عايزه تذيع البطوله لازم تبقى حاجه، لو هتاخدي جزء ساعه هوا، ما هو ساعه الهوا دي لازم بتبقى ليها كوست، فلازم الكوست ده قصاده يجي بروفيت. يعني ما هي انا هون يعني لازم ايه. طب انا عشان عندي سؤال تاني، لو انا كبطوله انا اللي مسؤوله عن الماركتنج، طيب هل القنوات الاخرى اللي هي مهتمه باولمبياد باريس اللي هتشارك فيها مصر مش مهتمه تذيع على الهوا بتاعها هي نفسها البطوله؟ كام واحد من القنوات دي اصلا عارف ان في بطوله افريقيا بتتلعب؟ ده اصلا. طب تمام. المشكله اكبر بقى بالتيم اللي بنتكلم عليه، يبقى المشكله فعلا اكبر ولازم يبقى بيه. مش حاجه يعني. هل في مظله اكبر من مظله الاتحادات المنفرده؟ يعني تقدر تلزم الاتحاد اللي مقضي الوقت الاطول من حياته بانه بيشتكي من نقص الموارد، تلزمه بشكل او باخر ان هو على الاقل يحاول يجتهد في هذا الاطار وينمي من موارده؟ ما هو دلوقتي هل يا ترى انا هقول هجيبها لك بطريقه ثانيه، صوره ثانيه، انت من اول الاخبار اللي قلتها في يعني في الفقره الاولانيه بطوله استادات صح؟ ودي طيب. عايزين نقف عندها شويه كمان. تمام. طيب هل يا ترى بطوله استادات هم بين يوم وليله قالوا ايه ده يلا نعمل بطوله في كره اليد؟ اكيد لا. في هيستوري لاتحاد كره اليد، فبالتالي في ناس بتتابع اليد، فبالتالي انا جبت، خلي بال معلش، احنا لو بنتكلم على مثلا اتحاد كره اليد، انت البطوله مواليد 2004 يعني تحت 20 سنه. ليه؟ لان انت برضو من ضمن ابطال العالم ومن ضمن القوى الكبرى في كره اليد في هذه المرحله، فلما تيجي تنظم بطوله هتلاقي كل الناس جايه لك. صحيح. فاللي انا اقصده انت لو انت قوي بنتائجك السبونسرز هتجي لك، زائد اللي انت لازم تعرض، ما هو ده تنسيق ما بين الراعي وما بين الاتحاد، هو مش ده لوحده وده لوحده. لو هنرجع بقى للدرجات او هنرجع للاتحادات التانية، ما انا لازم اقول
اللي انا عندي المنتج صح، ادائك يبقى جيد وبعدين هتلفت انت النظر، وامر الى حد ما في البيزنس ده طبيعي يعني. بس طيب ما هي رياضه بيزنس، ما كل بس حاجه خلينا متفقين يعني. طالما فتحت بقى باب الكلام عن بطوله استادات الدوليه لكره اليد تحت سن 20 سنه، وطبعا النجاح الكبير اللي حققته البطوله دي وفوز منتخبنا طبعا بيها، واللي نتج عن ده بطبيعه الحال لما حاجه بتنجح بيبقى فيه دايما يعني احتياج للمزيد من التطوير كمان او تدعيم وترسيخ فكره النجاح، فهتبقى خلاص هتقام بشكل سنوي ابتداء من السنه الجايه ان شاء الله، وكمان تقرر زياده عدد المنتخبات المشاركه. فشفت جوده البطوله دي عموما باي شكل؟ بطوله كنسخه اولى او الفيرست اديشن بتاعها كويس، جاي منتخبين اوروبيين، لفت نظري الكاس، شكل الكاس حلو يعني، بطوله بتاخد كده رونق. سوري مش كاس جاي جاهز، لا ده كاس مخصص يعني كاستمايزد للبطوله ولعبه كره اليد، فبالتالي اللي انت بادي كويس. اوكي. كنا اتكلمنا يعني من اكتر الانترفيوز اللي بتكلم فيها على السبونسرز معاكم. هو ده دور الراعي، اللي انا لما لقيت عندي منتج كويس فابتديت اعمل البطوله. البطوله على الصعيد الفني كانت قويه جدا، المنتخب المصري دولت شباب صغيرين لما يبتدوا دولت اللي هيلعبوا بطولات العالم طبعا. بطولة العالم في سنهم طبعا. وبطولة العالم اللي أكبر منهم تحت 17 أو تحت 20 وبعد كده يطلع للفريق الأول، فلما يبقى عنده سنس التعامل أو مواجهة الفرق الأوروبية ده اللي بيخلي كرة اليد مستمرة في التفوق. في عناصر منهم طبعا يعني على ذكر الصورة كابتن طارق محروس، واحد بيعرف يجهز لك لعيبة تطلع للمنتخب الأول، المدير الفني الاجنبي ياخدهم يوظفهم جوه المنظومه ومع باقي التروس، مش محتاجين حاجه، يروحوا جاهزين ما هو اصل انت هو ده الطبيعي برضه، اللي انت في مرحله الناشئين بتتاسس صح، بتاخد خبرات على حسب المباريات والبطولات اللي بتشارك فيها عشان لما تطلع للمنتخب الاول. هو ليه الطبيعي عندنا يعني عجبه وامله ليه؟ ما هو على حسب المنظومه موصلة للي تحتيها ايه؟ بمعنى يعني انا لما هروح بطولة عالم ومجرد اوصل للكوارتر فاينل فلاقي مثلا رئيس الاتحاد نازل واخدني بالحضن، فانا خلاص انا كده تمام. لما الاقي رئيس الاتحاد شد حيلك عايزين السيمي فاينل وعايزين ميدالية، فانا لا لسه ما عملتش حاجة. فهي دايما في المنتاليتي يعني، انا بجيب لك امثله من الواقع ممكن تبقى بسيطه من الاخر الحقيقه دايما. يعني بجيب هو بالظبط يعني، انت دلوقتي لما تطلع كل دولة نفسهم يبقوا ايه؟ نفسهم يبقى احمد الاحمر الثاني، يحيى الدرع، علي زين، كريم هنداوي، كل الاسماء الكبيره دي وعلي وكل المجموعه دي كان نفسهم يبقوا زي سامح عبد الوارث وياسر لبيب. فهي اجيال بتسلم بعض بنفس العقليه، خاصه ان لو في تنسيق ما بين المدير الفني الاجنبي او المدرسه، احنا في الهاندبول بنتكلم على مدارس، لو بنتكلم المدرسه الاسبانيه للمنتخب الاول هي دي من انجح المدارس في الوقت الحالي، هتلاقي برضو مدربين الناشئين 2002 و2004 و2006 ماشيين على نفس النهج، وده اللي بيخلي المنظومه كلها كامله. انا عندي سؤال، لما دايما بنتكلم عن تطوير اي رياضه بنتكلم عن الناشئين، قاعده الناشئين، في كتير من الانديه وكتير من اصحاب القرار بيحسوا او بيفكروا ان الناشئين قاعده الناشئين في اي مكان لاي رياضه مش مهم اجيب فيها افضل المدربين، يعني بيحطوا فيها اسماء ممكن تكون اسماء مش هقول متواضعه بس يعني مش بقوه الفرق الاولى. وده صعب وده غلط جدا، لان انا لما باجي اتكلم على اساس انا هو ده الاساس اللي انا هبني عليه، فلو الاساس بتاعي مش مبني باسم تقيل انا ما انتظرش ان انا الفريق الاول بتاعي هيبقى فيه اسماء اصلا. فليه احنا عكسين يعني الموضوع جاي فاهم؟ بص هقول لك على حاجه، دلوقتي هتلاقي يعني الستايل ده في الاتحادات اللي النتائج مش قويه، على العكس الستايل الناجح او الاتحادات الناجحه هتلاقيهم يعني شغالين بنفس الستايل اللي انت بتقولي عليه، اللي انا في قاعده الناشئين وقاعده الفرق الصغيره او مدارس اللعبه هم اللي جايبين مدربين واقوى مدربين، لان انت زي ما اتكلمنا الاساس لازم يكون صح. فانت لو بتعمل اساس صح فبالتالي لما هيطلع لي الفريق الاول او المنتخب هيبقى طبعا. طب ده توفير يعني؟ هل دي مثلا ثقافه توفير انا هصرف على الفريق الاول ولا هصرف على المنتخب بتاع عفوا ولا قاده الناشئين بتاعتي؟ يعني هل هي توفير؟ مش توفير على قد ما ممكن في بعض الاتحادات ممكن بتبقى ضريبه انتخابيه، في بعض الاتحادات ممكن يكون ما عندوش الفيجن اللي انا لا ده هو ده الاساس، ممكن في بعض الاتحادات بيبقى جزء مادي، مع ان هو لو هو
بص لها الفلوس هيوفر اللي هتضيع بالظبط، هيوفر ملايين بعد كده الصفقات. كأن الاتحادات الرياضيه المختلفه هي عوالم يعني منفرده، كل واحد بيدور في فلكه، مش لازم يبقى فيه قاسم مشترك بيجمع الكل، يبقى فيه رؤيه عامه بتطبق على الكل، وفي توجه عام موجود عند الكل لتنميه الموارد والترسيخ الرياضه وتوسيع قاعده الممارسه ليها الى اخره. بالظبط زي ما انت بتقول، احنا دي من ضمن الحاجات الاساسيه لاي اتحاد، هو الجزء الرئيسي للاتحاد اول خطوه لي توزيع قاعده الرياضه، لان توزيع القاعده او يعني توسيع القاعده بالزبط. انا اسف توسيعها هيؤدي ان انت العدد هيزيد، فبالتالي فرص اختيارك او ظهور ابطال هيبقى اكتر. انت بتتكلم في نقطه يا كريم معلش، هل يا ترى انت المفروض انت كمسؤول، انا اقول لك ازاي تنجح؟ انت لازم عايز تنجح، فانت لازم تخطط للنجاح ده. يعني ما في المسؤول يعني اللي ما عندوش الرغبه والحماسه للنجاح ما يتم استبداله ببساطه شديده مع الاسف، طول ما هي انتخابات وترشيحات والناس والجمعيات العموميه، لان خلينا متفقين برضو ان في اتحادات الجمعيات العموميه فيها بيبقى فيها جزء كبير جدا من أندية بتحتاج للدعم، فأنت لو قبل كل دورة انتخابية بتيجي تقول له أنا هديك كذا، فهو باصص اللي أنا محتاج ده عشان أصرف على ال 10 12 13 بطل اللي عندي، فأنا محتاجهم. فهي يعني دي مش هتتغير، لأن هي طول ما هتفضل هي هتفضل كده، لكن الدور الرئيسي فيها على أعضاء الجمعية العمومية، اختيار الرئيس، بص للي هيفيدك على المستوى او على اللونج تيرم او على الفتره الطويله او على خلال الاربع سنين، مش على انا اسف يعني انا اسف مش على 20 30 50 100 الف اللي انت هتاخدهم في الوقت الحالي، دولت هيخلصوا. لكن انت وبعدين انت معلش انا اسف يعني انت بتختار الاختيارك ده ممكن يضيع منظومه كامله طبعا. فاتمنى يعني ان كل اعضاء الجمعيات العموميه في كل الاتحادات تحسن الاختيار، لان ده بنشوف توابعه بعدين. صحيح. مصر تستاهل في ظل يعني في ظل الاجراءات اللي بتحصل حاليا ناس تكون جاهزه للنجاح وعندها الرغبه في النجاح وعندها الرغبه يعني حدودها السماء زي ما بيقولوا. أيوه. يعني انليميتد. أيوه. انت مش عايز تقف ليه؟ لان هي دايما وشغاله، طالما في الامكانيات استغل الفتره دي، الله اعلم الامكانيات دي هتبقى موجوده بعد كده ولا لا. هو نتمنى بس الامكانيات تبقى كافيه، يعني دي النقطه. هو الامكانيات لو محدوده هتديك نتيجة محدودة. بصي هقول لك على حاجة، في الوقت الحالي لو اتكلمنا على الاتحادات معظمها اللي بتعمل نتائج كويسة أو مرشحة لميداليات أولمبية كلها معاها سبونسرز، فخلاص النقطة دي هايل. طب في الوقت الحالي كويس جدا. طبعا يعني معظمها على المستوى الجماعي والفردي. على المستوى الجماعي والفردي يعني كل الاتحادات خلاص بقى معاها السبونسرز بتاعها، يعني والاتحادات الفردية المرشحة بقى معاها السبونسر. والاتحادات الشركات دي او السبونسرز دول محليين ولا عالميين؟ محليين. 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 طب والله ده خبر يسعدنا جدا طبعا. وناخد برضه حاجه ثانيه، والاتحادات اللي عندها لعيبه مرشحه والاتحاد نفسه ملوش سبونسر تقيل، اللعيبه بتوعه معاه سبونسر. طيب رائع. ففي الوقت الحالي والله الدنيا استيبل لحد باريس ان شاء الله. بعد باريس بقى يبقى لكل يبقى لينا قعده ثانيه ان شاء الله. يصلح الحال، ربنا يصلح الحال. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله دايما نسعد دايما بوجودك معانا في البرنامج. اشكرك يا استاذ شادي كالعاده، قراءه يعني ممتعه فعلا، وختمناها بخبر رائع جدا. ميرسي جدا. ده حقيقي.